أهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في سلسلة من دروس الكيمياء 5 للثالث ثانوي العلمي كيم 318. سندرس أول حلقة من درس كيمياء 5 بعنوان وزن معادلات الأكسدة والاختزال. أهداف الدرس: وزن معادلات الأكسدة والاختزال بطريقة عدد التأكسد، والهدف الثاني وزن معادلات الأكسدة والاختزال بطريقة نصف التفاعل. كيف نزن معادلات الأكسدة والاختزال؟ نبدأ بالطريقة الأولى، قلنا بطريقة عدد التأكسد. نستعرض الخطوات، خطوات الوزن، وبعدها نشوف مثال بشكل عام، وبعدها تطبيقات. في وزن معادلات الأكسدة والاختزال بطريقة عدد التأكسد، يجب أن نحدد أعداد التأكسد لجميع الذرات. يجب أن نحدد أعداد التأكسد لجميع الذرات في المعادلة، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، يجب أن نحدد الذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت. الخطوة الثالثة، نحدد التغير في عدد التأكسد. قلنا التغير له دلتا N. نحدد التغير في عدد التأكسد للذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت. إن شاء الله منشوف المثال العام بالتفصيل كل خطوة، ومنتابع الخطوات، منراجع الخطوات. بعدين الخطوة اللي بعدها رقم 4، اجعل التغير في أعداد التأكسد متساوياً، يعني عدد الإلكترونات المفقودة لازم تساوي عدد الإلكترونات المكتسبة. آخر خطوة، نستعمل الطريقة التقليدية في وزن المعادلة الكيميائية. خلنا نشوف مع بعض مثال بشكل عام. لو مثلا أعطونا هذه المعادلة بشكل عام 2AB يعطينا X2A2 إلى XB. زين، أول خطوة قلنا منحدد أعداد التأكسد. حددنا أعداد التأكسد لهذه الذرات في المعادلة، فكان الـ A بيكون موجب 1، الـ B بيكون سالب 1، الـ X 0، الـ A 0 لأن نقول في حالة العنصرية، الـ X موجب 1 والـ B سالب 1. وهذه الخطوة الأولى، قلنا نحدد أعداد التأكسد لكل الذرات المكونة للمعادلة. احنا حددنا لكل ذرة مكونة للمعادلة، حددنا أعداد التأكسد. بعدين نحدد التغير في عدد التأكسد كخطوة ثانية، يعني الدلتا N. لازم نحدد من تأكسدت ومن الذرة التي اختزلت. زين، نشوف، أجي أتابع كل ذرة في المتفاعل، في المتفاعلات، وقارنها بالنواتج. يعني مثلا A، ألاحظ عندي هني موجب 1 صارت 0، يعني قل عدد التأكسد. إذا قل عدد التأكسد قلنا منقول له هذه العملية عملية اختزال، يعني ريدكشن. نرمز لها باختصار ريد، يعني اختزال، يعني ريدكشن. زين، نواصل. بعدين نشوف البي سالب 1 صارت سالب 1، يعني ما تغيرت، نتركها من سالب 1 لسالب 1 ما تغيرت، يعني لا تأكسدت ولا اختزلت. نجي للإكس، نشوف من الزيرو إلى موجب 1، من زيرو إلى موجب 1 أقول زاد عدد التأكسد، يعني العملية أكسدة، أكسديشن اختصارها أو إكس، يعني أكسدة. بعد ما حددنا الذرات التي أكسدت واختزلت، نطلع الدلتا إن. نروح إلى الدلتا إن إلى الأو إكس، يعني أكسدة، أكسديشن. دلتا N إلى عملية الأكسدة، مثل ما حددنا في المعادلة من تأكسدت، نلاحظ الـ X، الـ X هي التي تأكسدت، فأقول الـ X من 0 إلى موجب 1،
أطلع الدلتا إن، دلتا يعني التغير يعني النهاية ناقص البداية. زين، فموجب واحد النهاية ناقص صفر بيعطينا موجب واحد إلكترون، يعني فقدت درة إكس إلكترون واحد. زين، بعدين أروح إلى المعادلة أوزنها وزن مبدئي. ألاحظ عندي في المعادلة 2 إكس في المتفاعلات وهني 1 إكس في المتفاعلات، فبخلي الاثنين هذه اللي باللون الأخضر كوزن مبدئي. زين، أي شيء أغير لازم أغيره، إذا غيرت المعامل لازم أغير في الدلتا إن، فالدلتا إن كأني ضربتها في 2 فصار 2 إلكترون لكل 2 إكس. إنزين، الحين نسوي نفس العملية للاختزال. أقول دلتا إن للاختزال صارت في عنصر أو في الدرة A، وأقول الـ A من سالب واحد إلى الصفر، فالدلتا N reduction يعني اختزال. من موجب واحد عفواً إلى الصفر. فبقول صفر ناقص موجب واحد، صفر ناقص موجب واحد يعطينا سالب واحد إلكترون لدرة واحدة من الـ A. نفس ما قلنا نرجع إلى المعادلة ووزنها وزن مبدئي، أشوف عندي في النواتج 2A وفي المتفاعلات 1A فضربناها في 2، هذا الوزن المبدئي، فبتصير الدلتا إن كأني ضربتها في 2 صار اكتسبت إلكترونين كل درتين من الA. الحين طبقنا أغلب الخطوات، يعني شفنا أول شيء حددنا أعداد التأكسد، شفنا من تأكسدت، من الدرة اللي تأكسدت، من الدرة اللي اختزلت، طلعنا التغير في عدد التأكسد. بعدين الخطوة اللي بعدها لازم أساوي عدد الإلكترونات المكتسبة بالإلكترونات المفقودة. فألاحظ عملية الأكسدة، قلنا أكسدة يعني فقد إلكترونات، أكسدة يعني فقد إلكترونات، فهي فقدت 2 إلكترون. اختزال يعني اكتساب إلكترونات، فاكتسبت 2 إلكترون، فوضع المعادلة هذه أوكي، ما يحتاج أن أضربها في معامل لأن عندي 2 إلكترون مفقود في المقابل 2 إلكترون مكتسب. أرجع الحين لآخر خطوة للمعادلة ووزنها وزن عادي، يعني الوزن الاعتيادي مثل ما درسنا في 102 كيمياء في مستوى أول، يعني أوزن الذرات قانون بقاء الكتلة طبقة. زين، فبتشوف 2A في المتفاعلات طلعت ب2A، يعني أوكي وضع الA. زين، أشوف البي عند 2B في المتفاعلات وطلعت ب2B، يعني وضع البي بعد أوكي. أجي للإكس عند 2X وطلعت ب2X، يعني المعادلة أقول موزونة، المعادلة موزونة. بعد خطوة مهمة لازم أتأكد من الشحنة الكلية للمتفاعلات والشحنة الكلية للنواتج. ألاحظ أن في المتفاعلات ما عندي شحنات، كلها مركبات وجزيئات شحنتها صفر، صفر يعني شحنة المتفاعلات كامل صفر والنواتج كامل الشحنة صفر، إذن الشحنات موزونة. والآن أعزائنا الطلاب راح ناخذ مثال أو تطبيق على المثال اللي احنا درسناه قبل شوي. فالتطبيق يقول استعمل طريقة عدد التأكسد لوزن معادلات الأكسدة والاختزال في وسط حمضي. لازم يحددون لأن الوسط يعني معناته أن التفاعل الحين اللي بنشوفه يصير في وسط حمضي. زين، احنا درسنا في 315 المواد الحمضية والمواد القاعدية، فكان أول ما يقولون مادة حمضية نفهم معنى حمض يعني H موجب، يعني وسط حمضي. زين، الحين أشوف المعادلة هذه اللي عاطني إياها، زين قلنا أول خطوة لوزن معادلات الأكسدة والاختزال، أول خطوة بطلع أعداد التأكسد لكل درة مكونة للمعادلة. زين، منحسب أعداد التأكسد مثل القواعد اللي درسناها في الدرس السابق، نطبق القواعد ونطلع أعداد التأكسد إلى كل درة مكونة إلى المعادلة.
زين الحين اطابق كل ذره في المتفاعلات بالناتج علشان احدد من الذره اللي تاكسدت ومن الذره التي اختزلت. اجي للكروم اشوف الكروم من موجب 6 الى موجب 3. نلاحظ من موجب 6 الى موجب 3 قل عدد التاكسد. اقول هني قل عدد التاكسد. قلنا اذا قل عدد التاكسد يعني العمليه اختزال. اقول عمليه اختزال. زين حددنا الذره التي اختزلت، الحين نروح نحدد الماده اللي تاكسدت. اجي اشوف الاكسجين من سالب 2 الاكسجين، وفي النواتج ما في اكسجين نتركها لبعدين. اجي الى اليود اشوفه سالب 1 وصار 0، يعني اقول من سالب 1 الى الصفر، نكتبه مني بعد احسن، سالب 1 الى الصفر زاد عدد التاكسد. واذا زاد عدد التاكسد نقول العمليه اوكسيديشن، يعني اكسده. اختصار لها من التبع او اكس الى الاكسده والريد الى الاختزال. زين الخطوة اللي بعدها بعد ما حددنا من تأكسدت من اختزلت نطلع قلنا الدلتا ان، فبقول الدلتا ان إلى عملية الأكسدة. الأكسدة قبل شوي قلنا صارت في اليود، نكتب على جنب هذا اليود من سالب 1 إلى الصفر، فبقول دلتا ان تساوي صفر نهاية تغير، يعني نهاية صفر ناقص سالب 1 بيعطينا موجب 1 سالب وسالب موجب، يعني معناته ان اليود فقد 1 الكترون لكل ذرة واحدة من اليود. زين وبعدين نرجع الى المعادلة، قلنا نوزنها وزن مبدئي. الاحظ هني في المتفاعلات عندي يود 1 وفي النواتج 2 يود، فبضرب اليود في المتفاعلات في 2، فهذه بتتحول الى كاني ضربتها في 2 لان صارت 2 يود في المعادلة، فبصير عندي موجب، يعني فقدت 2 الكترون لكل ذرتين من اليود. هذه عملية الأكسدة، هذا اللي صار في الأكسدة. الحين نروح الى الاختزال. في الاختزال قلنا عملية الاختزال صارت عند الكروم من موجب 6 إلى موجب 3، فبقول دلتا إن إلى عملية الاختزال ريد، يعني اختزال ريدكشن، تساوي نهاية موجب 3 ناقص البداية موجب 6، فبيعطينا سالب 3 إلكترون بالسالب، معناتها اكتساب، اكتسبت إلكترونات من لكل، أنا قاعدة أحسب لكل ذرة واحدة من الكروم. أريد أرجع إلى المعادلة أوزنها وزن مبدئي مثل ما سوينا لليود. زين أشوف عندي هني في المتفاعلات 2 كروم وعندي مني 1، وبضربها في 2، يعني في هني للعملية كاملة أضربها في 2، يعني بصير عندي سالب 6 إلكترون لكل 2 كروم، يعني ذرتين من الكروم اكتسبت 6 إلكترونات. الخطوة اللي بعدها لازم أساوي عدد الإلكترونات المفقودة بالإلكترونات المكتسبة. ألاحظ في عملية الأكسدة فقدت ذرتين من اليود 2 إلكترون، وفي عملية الاختزال اكتسبت 6 إلكترونات، فلازم أضرب عملية الأكسدة في معامل بحيث يحول الاثنين إلى 6، فأشوف أنسب شيء أني أضربها في 3، فإذا ضربتها في 3 بيعطيني موجب 6 إلكترون لكل 3 في 2 يعني 6 يود. فأرجع إلى المعادلة الأصل، وأي يود أشوفه في المركبة ودرة مفردة أضربها، لازم صير عندي الناتج كامل 6. أشوف أني في الأساس ضربتها هني في 2، لازم صير 6 يود، لأن أقول أني 6 إلكترون لكل 6 يود، فهني بصير مباشرة أحول الاثنين إلى 6. لكن في هني أشوف عندي 2 فبضربها في 3، أن 3 في 2 يعطيني 6. زين بعد ما ساويت الإلكترونات مفقودة بالمكتسبة حين أوزنها وزن عادي. زين أشوف عندي الكروم
زين الحين بنوزنها في نوازن الدارات نشوفها. في المثال السابق اللي شفناه بشكل عام بعد ما وزننا المعادلة ووزننا الإلكترونات المفقودة بالمكتسبة رحنا نحسب شحنة المتفاعلات ككل وشحنة النواتج ككل وكانت صفر إلى صفر. زين الحين نفس العملية بطبقها على بعد ما وزنتها عقب ما وزنت الإلكترونات كذي راح أحسب شحنة المتفاعلات. المعامل مني عندي واحد في سالب اثنين يعني يعطيني هني الحين بطلع شحنة المتفاعلات سالب اثنين الشحنة هني زائد ستة في سالب واحد هني الشحنة سالب واحد فبصير سالب ستة فشحنة المتفاعلات تعطيني سالب ثمانية. أجي إلى النواتج نفس ما سويت في المتفاعلات اثنين في ثلاثة في موجب ثلاثة بيعطيني موجب ستة زائد ثلاثة شحنة اليود صفر يعني ثلاثة في صفر صفر فبتعطيني شحنة النواتج موجب ستة. إنزين وهذا لازم يتساوون الشحنات ما يصير مني سالب ثمانية ومني موجب ستة لازم الشحنات متساوية. ممكن تكون المتفاعلات مشحونة بشحنة لكن النواتج لازم تساوي شحنتها. زين فنرجع إلى السؤال يقول نوزنها في وسط حمضي. في بداية السؤال أول ما قرينا ترجمنا معنى الوسط الحمضي يعني أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروجين شحنتها موجبة يعني أقدر أتحكم في المعادلة أوازنها بحيث أساوي الشحنات بالشحنات الموجبة. زين فحين أجي إلى المعادلة الأصلية عند المتفاعلات شحنتها سالب ثمانية ومني عندي موجب ستة فلو بضيف الأيونات الهيدروجين عند الطرف الموجب وهي موجب هني بيزيد وهني ما بيتعادل فلازم أضيف أيونات الهيدروجين في هذا الطرف. كرياضيات أقول X ما أدري كم بضيف من الهيدروجين ناقص ثمانية لازم تساوي موجب ستة بودي الثمانية في الطرف الثاني فX موجب ستة موجب ثمانية فبيعطينا 14 بالموجب يعني بعرف أن الX اللي رمزت إليها إلى أيونات الهيدروجين تساوي 14. زين فهذا بضيفه إلى المعادلة فبقول بضيف 14H موجب. آخر خطوة بوازن الدرات أشوف عندي هنا 2 كروم في المتفاعلات طلع ب 2 كروم في النواتج. زين زين الحين وصلنا لهذه المرحلة نجي نوازن الدرات نشوف الكروم عندي 2 وهني عندي 2 اليود 6 ومني عندي اليود 6 انزين اشوف عندي هني 7 اكسجين وهني 0 اكسجين هني عندي 14 هيدروجين وهني ولا شيء هيدروجين فش نسوي نقوم نعادل الدرات بإضافة الماء. زين كم من مقدار منضيف من الماء عندي هني 14 هيدروجين فبضيف النص لان ال H2O دبل هيدروجين فبضيف 7 من H2O فبقول 7 H2O. زين بعدين الحين ارجع حين هيدروجين اوكي نوزن ارجع الى الاكسجين عندي لازم يكون 7 الاكسجين 7 واشوف هني طلع عندي ب 7 7 في 1 كذي المعادله موزونه. زين نقدر نريد نتأكد من الشحنة ولكن احنا تأكدنا في البداية تقدرون تريدون تتأكدون ان موجب 14 ناقص 2 ناقص 6 وبتعطينا نفس شحنة النواتج. زين الحين مراجعة سريعة الى حلنا. زين نشوف اول شيء طلعنا اعداد التأكسد. زين نشوف الجدول مع بعض. أول شيء طلعنا أعداد التأكسد هذه الخطوات اللي ذكرناها في البداية حسبنا أعداد التأكسد بعدين الخطوة الثانية حدد الدرات التي تأكسدت واختزلت حددناها بعدين نطلع التغير في عدد التأكسد وهذا هو حددنا دلتا ان او اكس دلتا ان او اكس ودلتا ان ريدكشن. زين بعدين اجعل التغير في عدد التأكسد متساوي وساوينا ضربنا عملية الأكسدة في ثلاثة علشان تساوي ستة إلكترون بعدين أوزن المعادلة وزن الاعتيادي
واحنا شفنا وزناها اول شيء كشحنه، فاحتجنا ان نضيف 14 من ايونات الهيدروجين عشان نصير في وسط حمضي، وزناها من ناحيه الذرات وشفنا ان لازم نضيف 7 من الماء. ان شاء الله كان التدريب واضح اعزائنا الطلاب، وننتقل الحين لتدريب ثاني ان شاء الله يكون سهل. يقول استعمل طريقة عدد تاكسد في وزن معادلات الأكسدة والاختزال بعد في وسط حمضي. زين، الطريقة الأولى منطلع أعداد التاكسد طلعناها. الخطوة الثانية قلنا منطلع من المادة اللي تاكسدت ومن المادة اللي اختزلت. زين، نجي مع بعض أشوف الهيدروجين موجب واحد في المتفاعلات، وما عندي هيدروجين في النواتج، ما في. زين، أجل الكبريت عندي سالب 2 وصار 0، يعني بقول زاد عدد التأكسد. هني من سالب 2 إلى 0 أقول زاد عدد التأكسد. إذا زاد عدد التأكسد يعني العملية أكسدة، أكسديشن. زين، نروح إلى النيتروجين. النيتروجين من موجب 5 صارت موجب 2، من موجب 5 إلى موجب 2. نلاحظ أن عدد التأكسد قاعد يقل، أقول قل عدد التأكسد، وإذا قل عدد التأكسد بصير عملية اختزال. زين، بقى الأكسجين. الأكسجين سالب 2 إلى سالب 2، يعني لا شارك في عملية الأكسدة ولا الاختزال. الخطوة اللي بعدها، الخطوة الأولى حددناها، الخطوة اللي بعدها نحدد الدلتا إن. الدلتا إن لعملية الأكسدة، قلنا الأكسدة صارت في الكبريت من سالب 2 إلى 0، فبقول النهاية 0 ناقص البداية سالب 2 بيعطينا 2 إلكترون لكل كبريت واحد. نرجع إلى المعادلة أشوفها وزن المبدئي، عندي 1 كبريت في المتفاعلات إلى 1 كبريت في النواتج. بعدين أطلع عملية الاختزال. قلنا في عملية الاختزال صارت إلى النيتروجين، فبقول النيتروجين من موجب 5 إلى موجب 2، فالنهاية ناقص البداية، يعني موجب 2 ناقص موجب 5 بيعطيني سالب 3 إلكترون لكل ذرة نيتروجين واحد. طبعا أقول نيتروجين واحد، هني أقول كبريت واحد، لأن أعداد التأكسد هذه كلها تمثل لذرة واحدة. الحين لازم أوازن النيتروجين كوزن مبدئي في المعادلة الأصل، فأروح أشوف النيتروجين في المتفاعلات واحد وفي النواتج بعد واحد، يعني مبدئيا موزون. الحين أوازن عدد الإلكترونات المفقودة بالإلكترونات المكتسبة. هذه الإلكترونات المفقودة وهذه الإلكترونات المكتسبة لازم يتساوون. أشوف عندي مني 2، هني عندي 3. هل أقدر أضرب 2 في عدد بحيث يساوي 3؟ ما عندي. هل أقدر أضرب 3 في عدد أو معامل يساوي 2؟ ما عندي. فبسوي ضرب تبادلي، بضرب عملية الأكسدة في 3 وعملية الاختزال بضربها في 2. زين، وهذه الخطوة رقم 4. زين، فاللي بصير عقب ما أضربها في 3 بصير 3 كبريت، وبصير عندي 6 إلكترون، فبصير عملية الأكسدة صار عندي 6 إلكترون لـ3 من الكبريت، وفي عملية الاختزال قلنا بعد 6 إلكترون لكل 2 نيتروجين، وهذا أطبقها في المعادلة فوق الأصل. فأروح عند الكبريت ولازم يكون عندي 3 كبريت ضربناها في 3، ونفس الشيء في النواتج ضربناها في 3. بالنسبة إلى النيتروجين نفس الشيء، لازم عندي 2 نيتروجين في المعادلة الأصل، فضربناها في 2 هني لأن النيتروجين موجود مني، وضربناها هني في 2. الحين نروح إلى الخطوة الأخيرة اللي هي نوازن الشحنات، وبعدين بوزنها وزن اعتيادي. فمنلاحظ عندي هني الشحنات 3 في 0 0، وهني سالب 2، يعني شحنة المتفاعلات سالب 2، شحنة النواتج 0. وأني مثل ما قلت قبل
وسط حمضي يعني بضيف أيونات الهيدروجين. زين فبخليهم في هذه الجهة علشان الشحنة خليناها 2 H موجب علشان شحنة المتفاعلات تصير 0، لأن 2 موجب زائد سالب 2 بيعطيني 0. الحين أوزنها وزن اعتيادي، فبشوف عندي هني 6 + 2 = 8 هيدروجين، وهني في المقابل ما عندي في النواتج ما عندي هيدروجين، فبروح أضيف 4 H2O 4 H2O 4 × 2 لأنه بيعطيني 8. الحين أجي أعد الأكسجين، الكبريت تأكدنا منه، النيتروجين تأكدنا منه، باقي الأكسجين أشوف 2 × 3 6 أكسجين، في المقابل هني 4 + 2 6 أكسجين، وتشذي المعادلة موزونة. زين طبعاً هذه المعادلة تكون في وسط حمضي. والآن أعزائنا الطلاب ننتقل إلى الطريقة الثانية في الوزن، وتسمى بطريقة نصف التفاعل. بنستعرض سريع طريقة الوزن ومناخذ مباشرة تطبيق. زين فأول خطوة مثل ما اتفقنا في طريقة عدد التأكسد، لازم نحدد أعداد التأكسد للمواد المتفاعلة والناتجة لكل ذرة في المعادلة. الخطوة الثانية والخطوة هذه جديدة، منكتب نصفي تفاعل الأكسدة والاختزال، منكتبهم نصاً. زين بعدين نزن الشحنات في كل نصف تفاعل، يجب أن نزن الشحنات في كل نصف تفاعل باستخدام أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد. طبعاً متى منضيف أيونات الهيدروجين؟ إذا قال في وسط حمضي، على حسب السؤال. والهيدروكسيد في وسط قاعدي. الخطوة اللي بعدها وزن الذرات باستخدام الماء مثل ما شفنا في طريقة عدد التأكسد، وآخر خطوة نوزن الوزن الاعتيادي مثل ما متعودين عليه في مستوى أول. نشوف التطبيق مع بعض. يقول أوزن معادلة، هذه المعادلة معادلة الأكسدة والاختزال، بطريقة هو يحدد بطريقة نصف التفاعل وفي وسط حمضي. زين مثل ما اتفقنا أول شيء بنحدد أعداد التأكسد، حددنا أعداد التأكسد لكل ذرة مكونة للمعادلة. بعدين أجي أشوف الـ MN من موجب 2 صارت موجب 7 زاد عدد التأكسد، يعني هني عملية أكسدة، أكتب عليها OX يعني أكسدة. الـ BI من موجب 5 صارت موجب 2 قل عدد التأكسد، يعني بقول عنها عملية اختزال، بكتب عندها عملية اختزال. الأكسجين ما موجود في النواتج، بعدين بنوازنه مع الخطوات. الخطوة الجديدة لازم نكتب نصف تفاعل الأكسدة اللي احنا رمزنا له بالرمز OX. زين احنا قلنا اللي شاركت في عملية الأكسدة الـ MN، اكتبها اقول MN2 موجب صارت MnO4 minus. احنا تركيزنا على الـ Mn، فبكتب عدد التأكسد إليه من موجب 2 إلى موجب 7. احنا نعرف في الدرس الأول أن عملية الأكسدة يعني فقد إلكترون. فقد إلكترون يعني معناته الإلكترون لازم يكون موقعه في النواتج، لأن كناتج فقدت إلكترون. زين شلون نحدد عدد الالكترونات المفقودة؟ نحسب الدلتا ان اللي هي موجب 7 ناقص موجب 2، بيطلع لنا موجب 5 الكترون لكل ام ان مثل ما سوينا قبل. عندنا هني ام ان واحدة، هني ام ان واحدة، يعني وزن مبدئي اوكي موزون، وبقول زائد 5 الكترون في المعادلة، هذا اسميه نصف تفاعل اكسدة. زين الحين نفس الشيء بسوي الى نصف تفاعل الاختزال. زين خلنا نكمله. قلنا الخطوه اللي بعدها بعد ما احدد عدد الالكترونات اوزن الشحنه. زين الاحظ عندي في المتفاعلات الشحنه موجب 2، في النواتج عندي هني 1 في سالب 1 يعطيني سالب 1 زائد 5 في سالب 1 لأن الإلكترون سالب، فبصير سالب 5. إذن شحنة المتفاعلات موجب 2 وشحنة النواتج سالب 6. في السؤال قال في وسط حمضي، يعني بضيف أيونات الهيدروجين يعني شحنات موجبة.
قلنا إذا بضيف هني بالموجب هني بيزيد العدد وبيبقى هني سالب 6، يعني هذا ما بيساوي سالب 6، فنحولها إلى رياضيات، فبقول موجب 2 زائد x لازم يساوي سالب 6، فبتروح مني فبصير x تساوي سالب 6 ناقص 2 بيعطيني سالب 8، يعني معناته أني بضيف 8 في النواتج. زين، فبقول هني زائد، أقول زائد 8 H موجب. زين، نتأكد من عدد الذرات، أشوف عندي هني 8 هيدروجين، فبضيف هني 4 من ال H2O عشان صير 4 في 2 8، حين أجي للأكسجين عندي هني 4 وطلع هني 4. زين، خلصنا من نصف الأكسدة، نفس الخطوات منطبقها على الاختزال. قلنا الاختزال صار عند الـ BiO3- تحولت إلى Bi2+. زين، قلنا من موجب 5 إلى موجب 2. إلى موجب 2. عملية اختزال قبل شوي قلنا معناتها اكتساب إلكترون، يعني اكتساب إلكترون يعني الإلكترونات لازم موقعها يكون في المتفاعلات. إنزين، الحين نطلع عدد الإلكترونات، نفس الشيء بقول دلتا إن تساوي موجب 2 ناقص 5 بساوي سالب 3 إلكترون لكل بي آي واحدة. زين، وزنها وزن مبدئي بي اي واحد الى بي اي واحد، يعني اوكي، يعني 3 الكترونات، يعني بضيف مني 3 الكترونات في المتفاعلات لانها مكتسبه عمليه اختزال. انزين، الحين اوزن الشحنات، اشوف عندي مني سالب 1 في سالب 1 سالب 1 زائد سالب 3 يعطيني شحنه المتفاعلات سالب 4. زين، في النواتج عندي موجب 2، يعني معناته نفس الشيء لأنه في وسط حمضي، معناته بضيف هني موجب، بقول سالب 4 رياضيات، يعني سالب 4 زائد x بيعطينا موجب 2، سالب 4 بتروح مني، يعني x تساوي 2 موجب 4 بيعطينا الناتج 6H. زين، يعني معناته لأنها موجبة بضيف الهيدروجين وين؟ بضيفه هني، زائد H موجب والناتج كان 6، فأكتب هني 6. زين، الحين أوزنها من ناحية الذرات، عندي هني 6 هيدروجين، هني ما عندي ولا شيء، يعني معناته بضيف 3 H2O. أجي للأكسجين، صار عندي هني 3 أكسجين، ومني عندي 3 أكسجين، يعني موزونة. إنزين، الحين نتأكد من الشحنات. إنزين، أشوف هني عندي 6 موجب، ومني سالب 1 وسالب 3 سالب 4 بيعطينا موجب 2، وفي الجهة الثانية بعد عندي الشحنة موجب 2 زائد 0 يعني موزونة. تأكد هني عندي موجب 2 زائد 0 يعني موجب 2، هني سالب 1 ومني سالب 5 يعني سالب 6 زائد موجب 8 يعطينا بعد موجب 2 يعني موزونة. زين، بعد ما حددنا نصف تفاعل الأكسدة ونصف تفاعل الاختزال، مثل ما لاحظنا ان احنا وزناها في وسط حمضي الشقين او النصفين، تأكدنا من الذرات، الحين بقت اخر خطوة اني اجمع المعادلة الاولى مع المعادلة الثانية. سنستعرض مع بعض الخطوات ومراجعة في نفس الوقت. اول شيء حددنا عدد التأكسد، زين، وهذه كانت الخطوة مثل ما شرحناها، بس مراجعة سريعة، وطلعنا نصف تفاعل الاختزال، زين، وحددنا عدد الإلكترونات. بعدين بعد ما حددنا نصف الأكسدة والاختزال وزناها، لاحظنا هني عندي 5 إلكترون في عملية الأكسدة، هني 3 إلكترون في عملية
الاختزال، ضربنا عملية الأكسدة في 3 وعملية الاختزال ضربناها في 5 علشان يعطيني كامل 15 إلكترون. نرتب المعادلات عشان نجمعهم. في الأساس احنا شفنا الطريقة شلون وازناها، وازناها بالشحنات، شلون ضفنا الهيدروجين وشلون ضفنا الماء. بعد ما نجمعهم نجمع الأنصاص. طبعاً عندي 15 إلكترون دلين يروحون يا بعض لأن مفقودة ومكتسبة. زين أجمع المعادلة وبكون عندي بعد ما أشوف الهيدروجين. إحنا نلاحظ قبل أول ما حلينا إن نصف تفاعل الأكسدة ضفنا أيونات هيدروجين وضفنا ماء، ونصف الاختزال بعد ضفنا هيدروجين وضفنا ماء. فعقب ما نجمعهم بيختصرون وبكون الناتج كأن رياضيات في المتفاعلات 6 هيدروجين، وفي النواتج بيطلع عندي 3 من جزيئات الماء. أتأكد بشكل سريع أن الذرات موزونة متساوية، فأشوف المنجنيز 3 وطلع عندي 3، البي آي 5 وطلع بـ5، الأكسجين عندي 15 وطلع هني 12 زائد 3 يعني 15. زين أشوف الهيدروجين 6 وطلع هني 3 × 2 × 6 يعني موزونة. وبكذي تكون المعادلة موزونة وواضحة أنها هي في وسط حمضي لأن ظهرت أيونات الهيدروجين. وهكذا أعزائنا الطلاب انتهى الدرس. أتمنى كان الشرح واضح ومفهوم. إلى اللقاء، مع السلامة.